يطلب منه بقية الفروع المتصلة بالإسلام، لأن الإسلام لا يتم إلا بذلك. ثم بين الآيات التي تدل على أن هؤلاء الكفار وإن خوطبوا بفروع الشريعة بترك الزكاة وبترك الصلاة، لماذا يعني يخاطبون بها؟ مخاطبتهم بها لتقوم الفدية عليهم ويعاقبون بالأصول والفروع. شعبية، أمسية شعبية. يا عيني واقف وين تراقصتي عرف عضلي.